إخوتي وأخواتي، مجيء الرب يسوع المسيح في ملء الزمان جاء إلى بلد كانت بتنتظر مجيء المسيا، أي المخلص الملك الموعود اللي تمت فيه نبوات العهد القديم. جاء يسوع المسيح في هذه الظروف الصعبة، ظروف سياسية لأنهم كانوا تحت الحكم الرومان، وفي ظروف اجتماعية صعبة جدا بسبب القهر والإزلال والعبودية، وظروف دينية اللي كثرت فيها الفئات الدينية، وكل فئة عم بتنادي بعقيدة معينة. في هذا الظرف وفي هذا الوقت من الزمان جاء يسوع المسيح ليقدم الحرية الحقيقية، وليس هنا المقصود الحرية السياسية كما زعم اليهود في يوحنا 8 قالوا لم نستعبد قط، ومع أنهم استعبدوا لشعوب كثيرة منها طبعا الآشوريين والبابليين وطبعا الفرس وأيضا اليونانيين والرومان وهكذا، فاستعبدوا عدة مرات، لكن المسيح بيتكلم عن حرية أعمق من الحرية السياسية.